المباحثة اللي جمعتني بالوزير الأول وصديقي السيد مارك روت، الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، كتجي في إطار زيارة عمل لكي يقوم بها المغرب مفوقا بوفد هام من مسؤولين ورجال الأعمال. وكانت مناسبة تحدثنا فيها عن سبل تعزيز الصداقة بين البلدين لكي تمتد لأكثر من 4 قرون والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين. في إطار رؤية جلالة الملك محمد السادس لتنويع الشراكات وتعزيزها داخل المجال الأوروبي، تم الاتفاق على الاشتغال على وضع عناصر شراكة استراتيجية بين المغرب وهولندا، وسيتم الإعلان عنها وعن محاورها في الوقت المناسب وعلى المستوى المناسب. كما كذلك فيما يخص الهجرة، اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال الهجرة وأن نبني على العلاقات الجيدة في هذا المجال، وسنعقد اجتماعا تقني خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على إجراءات التي سوف تكون عملية إن شاء الله. أنه بغيت كذلك نذكر بمضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022 لكي يعتبر خارطة طريق تكتيف وتوسيع العلاقة الثنائية والدفع الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذلك بغيت نوه بالموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية بخصوص قضيتنا، قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. كان لقاء كذلك فرصة استعرضنا فيها الفرص والتحفيزات اللي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين الأخضر اللي غادي يتم اعتمادها مستقبلا إن شاء الله، تفعيلا لتوجيهات سامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. واليوم في إطار كذلك هذا التعاون الثلاثي يمكن يكون الجسر مع الدول الإفريقية ويساعد المقاولات المغربية والهولندية الراغبة في الاستثمار في القارة على اعتبار للمكانة المتميزة للمملكة في القارة بفضل التوجهات الملكية السامية في هذا الخصوص. سيد وزير الأول مارك روت، حنا فرحانين بزاف الحضور ديالك هنا معنا في المغرب، وانت حنا كنعتبروك صديق للمغرب وهولندا صديقة للمغرب. شكرا لكم، وان شاء الله تكون هذه يعني بداية جديدة لعلاقات متينة في اقتصادنا.